الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان المطلوب ليس مجرد التصديق، صحيح من الناحية اللغوية إذا أردنا أن نعرف الإيمان هو التصديق بالشيء، ولكن عندنا في الإسلام ليس المطلوب تحقيق التصديق فحسب، وإنما أن يتحول هذا التصديق إلى عمل، إلى تطبيق، إلى انعكاسات. فالإنسان عندما يصدق بأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في القرآن الكريم بأنه كلما تنفق في سبيل الله فإن الله سيخلف هذا الإنفاق، يعني سيبدله، وعندما يبدله الله يبدله بما هو خير، وقد يتضاعف أضعافاً مضاعفة. وقدم تشبيهات مختلفة وصور مختلفة من ذلك، ومن بينها ما ضربه في سورة البقرة على سبيل المثال في التشبيه بالسنبلة، وكيف أن هذه السنبلة من الممكن أن تتضاعف لأن الله خير الرازقين. إيمانك يعني تصديقك بهذه الفكرة المطروحة في القرآن الكريم المفروض أن تنعكس بشكل عملي من خلال سلوك الإنسان المؤمن، بحيث يبين فعلا أنه يصدق بهذا الأمر، وأن هناك ترتب أيضا أخروي لمثل هذا الأمر. ولذا لا يتلائم مع الشخصية المؤمنة أن يكون الإنسان بخيلا، البخل لا يجتمع مع الإيمان الحقيقي، هناك خلل في إيمان الإنسان البخيل، هناك مشكلة عند هذا الإنسان في إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى يخلف ما تعطيه، يبدل ما تعطيه، وعندما يبدلك فالله خير الرازقين. ولذا في كتاب معنى الصلاة على محمد وآل محمد الذي قرأنا منه في أسابيع ماضية للسيد شفيق الموسوي تحت عنوان البعيد عن الله، يقول: مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصى به آله الأطهار اجتناب البخل. وطبعاً إحنا لما نصلي على النبي وآله نستحضر أسماءهم، أيضاً إحنا في نفس الوقت عندما ندعو لهم بهذه الصلوات نستحضر صور الكرم والجود والعطاء والإنفاق في سبيل الله في أرقى مراتبه مما جرى على يد نبينا صلى الله عليه وآله، وهناك يعني روايات عديدة في هذا الإطار، وأيضاً مما جرى على يد أمير المؤمنين علي عليه السلام، فاطمة الزهراء عليه السلام، الحسن الحسين عليهما السلام، وسائر الأئمة، حتى أن إمامنا مثلاً الإمام مثلاً الحسن يسمونه كريم أهل البيت، الإمام محمد ابن علي التقي يسمونه محمد الجواد، وهكذا. وبالتالي أحياناً يعني في بعضهم الصفة تكون بارزة جداً، أو تكون لهم مواقف واضحة، مثل صرر الإمام الكاظم. صرر الإمام الكاظم، صرة اللي هو الكيس اللي كانوا يضعون فيه الفلوس، فصرر الإمام الكاظم كان يضرب بها المثل، وشلون كان فيها بركة لما كان الإمام ينقذ بها أوضاع بعض الناس المعاشية. فإذا لما نصلي على محمد وآل محمد ينبغي أن تتداعى مثل هذه الصور من العطاء والإنفاق والكرم والجود، بحيث تتحول إلى مفردات في سلوكياتنا أيضا بشكل دائم. ولذا يقول: مما أوصى به رسول الله وآله الأطهار اجتناب البخل، انطلاقا من قول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. زين، شلون تميزت الساحة؟ فمنكم من يبخل، هذا شريحة، فمنكم من يبخل
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني هو يضر نفسه. هذا لما يبخل ما ينقص شيء من ملك الله عز وجل، والدنيا ما توقف إذا هو يبخل في غيره يعطي، ولكن المشكلة أنه هو ماذا؟ أضر بنفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. إذا بخل الله هو الغني، يقدر أن الله يوصل لهالمحتاج أو لهذه الحالة أو في هذا الظرف، يقدر بطريقة أخرى أن هذا الأمر يسد، هذه المشكلة تنحل، ولكن أنت أضريت بنفسك. والله الغني، وعندما الله يأمرك أنك تعطي مو لأن الله محتاج لعطائك، مو لأن الله ما يقدر أنه يعطي. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لاحظ حتى هذا التهديد القوي، إن إذا هذه القضية صارت قضية عامة، صفة عامة في المجتمع المسلم، الله سبحانه وتعالى لا يرى أن هذا المجتمع يكون كفوءاً لأن يحمل الرسالة وأن يمثل دين الله على الأرض. وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم. ولما يأتي بالقوم الآخرين ما هي صفتهم؟ ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني شنو؟ ما يكونون بخلاء مثلكم. لما يأتيهم الأمر الإلهي يبادرون ويسارعون بالعطاء والإنفاق. وطبعا هذه الصورة المنقولة في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية 38، وهي من السور المتأخرة في نزولها، يعني قريب من أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، بعد ما الأعراب دخلوا في الإسلام كذا، وبعد ما المسلمين شوية مر عليهم عهد. هذه الصورة تخالف الصورة اللي منقولة ماذا؟ من قبل، عندما حصلت الهجرة من مكة إلى المدينة، وكيف كان هناك حالة استقبال وإيثار على النفس وكذا. فمن الممكن الإنسان أحواله تتبدل، ومن الممكن أن المجتمع المسلم يكبر، وبالتالي مع مرور الزمن مع زيادة العدد كذا تدخل بعض السلبيات هنا وهناك. ولذا الأمر يحتاج إلى مراقبة، مراجعة للنفس. يمكن الإنسان في شبابه يكون عنده حماسة وعطاء وكذا، من يبدأ يكبر تتغير بعض الصفات عنده، الإيمان ينخفض عنده، وبالتالي يقوم يبخل. فلازم دائما الإنسان يراجع نفسه، كما أن حصل التبدل على عهد رسول الله. كثيرون يقول كثيرون من الناس يجهدون أنفسهم بالصلاة والصيام وبقية العبادات وبالنوافل والمستحبات، وبعضهم إن كان ميسوراً فإنه يبخل عن شراء دواء لمريض، يعني مريض محتاج طبعاً، أو تأمين حصة غذائية شهرياً لعائلة متعففة لا يستطيع رب هذه العائلة أن يكفي عائلته بما تحتاجه. هؤلاء يسيرون على غير خط محمد وآل محمد. مثل هذا الإنسان عندما يصلي على النبي وآله ويكون بمثل هذه الصفة، يبخل وهو قادر ومستطيع ويستطيع أن يوصل المال إلى المحتاج أو إلى المورد وهو يصد عنه ويكون مورد حقيقي، مثل هذا الإنسان صلاة على النبي وآله صلاة غير حقيقية، مو منطلقة من إيمان حقيقي نابع من القلب وحب في الارتباط في هذا الأمر، وإنما هي حالة شعارية، والحالة الشعارية ليست هي المطلوبة. وهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إني لأستحي من ربي أن أرى الأخ من إخواني، شوف التناقض، أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة. يقول أصلي صلاة الليل وأدعي حق 40 مؤمن، صح ولا لا؟ أخلص الصلاة اليومية الفريضة وهم أدعي لإخواني وأتذكر ذاك، بس ترى كله ببلاش، حكي ببلاش، يعني الجهد اللي يبذله مع الدعاء مو وايد، شيء بسيط، مو مطلوب منه يدفع فلوس بهالأثناء. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: إني لأستحي من ربي أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدينار أو والدرهم. لكن لما تصير الصجية
هذا أخوك محتاج تعال عطه، الإيد ما تمتد، هذا يصير تناقض، أنت قاعد تدعي له بالجنة. فإذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. إذا أنت بالدنيا كذي بعد يوم القيامة بيعطونك ديك الأشياء بتتنازل عنها بتعطيها للغير؟ لا. فإذا القضية مو بس أنك تدعي، يكون أنت عمليا يصدر عنك ما يصدق معه أنك تحب هذا الأخ المؤمن، بالتالي تقف معه عند الحاجة. ومن الهام أن يعيش الواحد منا ما أمرنا به محمد وآل محمد، لنكون فعلا أتباعا صادقين، نعيش الإسلام سلوكا والتزاما، ونكون قريبين من منهجهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أبعدكم بي شبها، أبعدكم بي شبها البخيل البذي الفاحش. ثلاث صفات إذا اجتمعت في إنسان فهو أبعد ما يكون عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. البخيل البذي، البذي لسانه على طول يسب، على طول يلعن، على طول كذا لسانه وصخ. الرسول أبعد ما كان لا سبابا ولا نعانا ولا فحاشا. كلام الفاحش يعني شنو؟ يعني يتكلم بأشياء ما ينبغي أن يقولها، باعتبار مثل ما يقولون يتكلم من السر نازل مثلا، بكلمات واضحة كذا. الرسول كان أبعد ما يكون عن مثل هذا الأسلوب. في ناس عندهم عادي يتكلم ويقط هالكلمات ويسب لسانه وصخ دائما كذا. أبعدكم بي شبها البخيل البذي الفاحش. وحدد الحبيب المصطفى صفات الإنسان فقال صلى الله عليه وآله: الرجال أربعة: سخي وكريم وبخيل ولئيم. فالسخي الذي يأكل ما يقصر على نفسه ويعطي، يعني هو مستمتع بهذا المال ويعطي. والكريم الذي لا يأكل ويعطي، يعني يؤثر الآخرين على اللي عنده، يقصر على نفسه ويعطي الآخرين، هذا الكريم. والبخيل الذي يأكل ولا يعطي. واللئيم بعد أتعس من البخيل. البخيل تشوفه ببيته يأكل، يعني يأكل شنو، يشتري أرخص شيء كذا بس يأكل يمتع نفسه. واللئيم الذي لا يأكل ولا يعطي، عنده بس لا يصرف على نفسه ولا يعطي للغير. ونختم بقوله صلى الله عليه وآله: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس. فعلا الناس ما تواطن البخيل. بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار والعياذ بالله. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.